فقرتنا الأولى رح نبدأها من عالم القانون، بالأخص التحكيم الدولي وتطبيقه بسوريا ومجالاته، بالأخص بإعادة إعمار سوريا. هالموضوع حنبحث بتفاصيله مع الأستاذة المحامية زينة أحمد، الحائزة على جائزة مركز الوفاق للبحث العلمي القانوني. يسعد صباحك وأهلا وسهلا اهلا فيك. وسهلا فيكم، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا، اهلا أهلا وسهلا، وسهلا فيك أستاذي اهلا وسهلا فيك. زينة. بالبداية خلينا هيك شوي نسلط الضوء عن التحكيم الدولي، أو نعم نلقي يمكن نظرة أو كلمة أو كلام قانوني عن هذا التحكيم. تمام، يسعد صباحكم. التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني لحل النزاع بدلا من القضاء، سواء كانت الجهة التي ستتولى التحكيم مؤسسة أو مركز دائم للتحكيم أم لم تكن كذلك. والتحكيم هو عدالة خاصة وعدالة متكيفة مع طبيعة الأعمال، يتصف بالسرعة بحل المنازعات وبالسرية وبالثقة في اختيار المحكمين. قانون التحكيم بسوريا بدأ العمل فيه طبعا حسب المادة الرابعة عام 2008، شو حدد هالقانون من آليات للتعامل معه؟ نعم، هلا هو صدر بالمرسوم رقم 4 لعام 2008 ودخل حيز النفاذ بأيار 2008. هو أهم شيء يعني وجد استقى جل أحكامه من التشريع قانون المرافعات المصري والقانون النموذجي الموديلو اللي صدر عن لجنة الأمم المتحدة بعام 1985 وآخر تعديلاته بعام 2006، فعمل ثورة في مجال القانون الإجرائي، فيعني وجد طبيعة خاصة للرقابة على أعمال المحكمين تجلت في ما يعرف بدعوى الإكساء. يعني لا يجوز في حال انه المدين لم ينفذ الالتزام طبعا الا ان ينفذه جبرا عن طريق دعوى الاكساء. ايضا اعطى الاطراف حريه كبيره في اختيار المحكمين وجعل اراده الاطراف هي اساس التحكيم ومصدر سلطه المحكمين. نعم أستاذة زينة، خلينا نحكي عن دور التحكيم أو بإعادة الإعمار. يمكن يعني خلينا نحكي عن خصوصية التحكيم الدولي بدوره بإعادة الإعمار. هلا هو التحكيم مرتبط بشكل لا يقبل التجزئة بموضوع البناء وإعادة الإعمار. من الناحية القانونية هو كونه أداة طيعة ومرنة، فهو يساهم في ترك الحرية للأطراف في اختيار القانون الواجب التطبيق على إجراءات النزاع أو على موضوع النزاع. في حال لم يتم الاتفاق فإنه للهيئة أن تختار القانون الأكثر اتصالا في موضوع النزاع، فهو يريح الأطراف من الإجراءات الطويلة والأمد الطويل في التقاضي الذي يكون أمام القضاء. فهو بالتالي يساهم في يعني إيجاد آلية خلاقة لحل المنازعات الناجمة عن العقود التي تبرمها الشركات مع الدولة السورية للمساهمة في البناء وإعادة الإعمار، سواء كانت هذه العقود عقود هندسية أو عقود استثمار أو عقود تجارية أو مدنية إلى ما هنالك. طيب حضرتك عندك كمان مؤلفات وكتب ومواضيع وعناوين عملتي عليها بهذا المجال، تطلعين علي اكثر، شو اكثر المواضيع اللي شغلتك حتى خليتك تالفي كتب عنها؟ تمام، هلا في مؤلفي الاول حكيت فيه بموضوع التحكيم من الاتفاق ثم الخصومه والاجراء الى اصدار الحكم التحكيم، يعني هو شامل لموضوع التحكيم. المؤلف الثاني كان بعام 2015 يتكلم عن تنفيذ احكام المحكمين في على الصعيد المحلي والاجنبي والدولي. في تم طرق موضوع التحكيم في العقود الهندسية كمشروع لإعادة الأعمار يقدم إلى المكتبة العلمية السورية، فألفت كتاب بعنوان التحكيم في العقود الهندسية لعام 2015 والمعتمد حاليا كمرجع في مكتبة الأسد. في المؤلف الجديد بعد أن تم تعديل قانون الأصول رقم 1 لعام 2016 كونه هو القانون الأم لكافة القوانين الإجرائية في سوريا، فقمت بإجراء كتاب بعنوان منهج إنجاز التحكيم في التشريع الداخلي والدولي للعام 2017، والحمد لله لاقى النجاح. نعم، خلينا نحكي يمكن كل كتاب او كل شيء بيصدر عن نعم. عن اي دراسه او عن اي تجربه على ارض الواقع بده وقت، بده كثير من التحضيرات. خلينا نحكي شو هي المراجع يلي استندت عليها، او يمكن مين كان السند الحقيقي لافكارك، ليمكن او دعم مين الشخص اللي كان داعم لهي الافكار وتجميعها ضمن كتب.
هلأ يعني أولا هو محبة هذا النوع من العلوم، لأنه قانون التحكيم يتميز بأنه يعطي المخيلة، يعني يعطي المخيلة القانونية غنى. وبالتالي أنا من بعد ما صدر القانون الجديد، يعني من نهاية عام 2008 كنت لازلت على مقاعد كلية الحقوق، فاهتميت بهذا المجال وتابعت وكثفت التدريب والدورات، وطبعا مع أساتذتنا الكبار بهي المجال قرأت كثير من المراجع. حاولت دائما أنه أفكر بأسلوب مغاير أو أكتشف قصص جديدة يعني. والموضوع بده شجاعة، يعني ما نخاف إذا عندنا فكرة، يعني نحاول نوصل لإلها. طب خلينا نحكي لك عن شوي، كونك محامية وامرأة طبعا في كثير من القوانين المشحفة بحق المرأة طبعا بحاجة لتعديل أيضا، هل فكرتي كمان بأنك تطرحيها بأطروحة تعالجها مثلا أو تقدميها كنوع من أنه لو أنه مشاركة بفكرة جديدة، كونك عم تطرحي مؤلفات وكتب؟ هلا بالنسبه للمراه، يعني في بعض المواد بقانون الاحوال الشخصيه ممكن تكون مشحفه بحقها، فهذه مو بس مطالبتي انا، يعني مطالبه المراه من الزمن القديم، انه تعديل بعض مواد هذا القانون بما يتلائم مع الاسره العصريه، بما يتلائم مع طبيعه العمل المراه كونها تعمل داخل المنزل وخارج المنزل. في عده امور وارده بالقانون، فان شاء الله بلكي حاولتي تدرسيها، تقدمي مثلا اطروحات كونك انت من خلال عملك ومن خلال انه انت عم تجتهدي باطلاق كتب ومؤلفات؟ تماما. نحن بنشارك بعده مؤتمرات قانونيه، يعني هالموضوع من عام 2009 بيكون دائما في مؤتمرات بسوريا، سواء بتكون مشتركه مع الدول العربيه او حتى كمان بيكون في جانب اجنبي، فمنناقش هاي الامور مع الساده المحامين والقضاه والساده دكاتره الجامعه، فعلى امل باذن الله انه يصير تعديل. نعم. استاذه زينه، خلينا نحكي، يمكن شو في تحضيرات جديده او في اطروحات جديده عم تفكري تقدميها على ارض الواقع؟ ان شاء الله هلا بدي احاول فاعل المشروع تبع اعاده الاعمار. هو نال الجائزه الاولى على مستوى الجمهوريه، اعتمد المرجع كما بمكتبه الاسد، فهلا بدنا نحاول نطبق هذا المشروع كوسيله دمج. خلينا نحكي عليه شوي. تمام. هو يجمع ما بين القانون والهندسه. يعني ايجاد فكره جديده لحل المنازعات عن طريق التحكيم لاختصار الوقت واقتصاد النفقات وتسهيل عمليه حل المنازعات التي تنجم عن العقود التي تبرمها هذه الشركات في سوريا للمساهمه في اعاده البناء والاعمار. فبدنا نحاول انه نفعل هذا المشروع ونستفيد منه اكثر من خلال اللي هي طلبت هذا او كانت الراعيه لهذا البحث، وايضا راح استمر في مجال القانون وان شاء الله في مؤلف جديد قريبا. خلال خلينا نحكي كمان وجودك بالشام، حضرتك جاي من طرطوسة على الشام بعمل ما، هل كمان عم تشوفي عم تقدم كمان افكار، التقيتي مع ناس عم تقدم لك افكار لاعاده الاعمار؟ شفتي المناطق يلي حرر الجيش العربي السوري؟ اخذتي فكره عن كيفيه انه كيف ممكن تكون التحكيم لهي المناطق قانونيا وحتى تشبيك مع الشركات مثل ما قلت؟ تمام. يعني هل يعني كانت الفكره من نهايه 2015، يعني بلشنا بتفعيلها من عام بدايه العام 2016 من خلال الجولات على المناطق. الشركات الهندسيه هي بتقدم عروض معينه انه نحن بدنا هي المساله، انه شو هو الحل القانوني لإلها. فيعني هالموضوع تقريبا من العام 2016 نحن مشيانين فيه. هلا من خلال انه انا بعطي محاضرات بنقابه المحامين بدمشق وبطرطوس وبمراكز تحكيم، فدائما بيكون في اختلاط متواصل مع السادة المحامين والقضاة والحقوقيين، فدائما بحاول اغني الافكار من خلال هن التساؤلات اللي بيسيروها وبيطرحوها، بحاول انه استفيد منها من خلال انه
انه خلق فكره جديده او مشروع جديد. نعم. وهيك ان شاء الله خير. نعم استاذه زينة احمد، نحن كثير بدنا نتشكرك، وانت يمكن من السيدات السوريات يلي دائما بنرفع راسنا فيهم وبانجازاتهم العلميه. الله يقومك بالسلامه يا رب. شكرا، شكرا كثير لوجودك، واهلا وسهلا فيك. شكرا لكم، يسعد صباحكم. شكرا لوجودك معنا، وان شاء الله موفقين طبعا مشروع اعاده الاعمار والتحكيم فيه بشكل قانوني ويفيد كل المواطن السوري. شكرا لك. الله يخليكي، شكرا كثير ويسعد صباحكم.